في واحد قال لنا لو ما جات يا هالصبة الأبدية، يا هالصبة الأبدية. إحنا في مؤسسة مبادرة الباحثين السودانيين شعارنا حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، 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 حرية سلام وعدالة الوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. زي ما عودناكم برنامجنا ثابت في المسرح هنا يوميا من بعد صلاة التراويح. نأسف للتأخير المصل الليلة وإن شاء الله ما يتكرر ثاني. أول محاضراتنا كانت بعنوان الإنسان كما يكون كما يفكر يكون، عفوا، محاضرة بعنوان الإنسان كما يفكر يكون، دكتور وداعة محمد عطية، دكتور وداعة محمد عطية الله، دكتوراه فلسفة إدارة عامة. إن شاء الله هتستمتعوا وتستفيدوا. المحاضرة قول إن شاء الله خليكم معانا بعد المحاضرة إن شاء الله. هذه محاضرة اللغة الإنجليزية. أنحن منو؟ جماعة شباب خليكم معاي، أضحى يا عمان. أنحن منو؟ قوات الشعب السلمية. جايين لشنو؟ جايين لحكومة مدنية. أنحن منو؟ قوات الشعب السلمية. جايين لشنو؟ جايين لحكومة مدنية. ولو ما جات يا هالصفة الأبدية، يا هالصفة الأبدية. نحن منو؟ قوات الشعب السلمية. جايين لشنو؟ جايين لحكومة مدنية. نحن منو؟ قوات الشعب السلمية. جايين لشنو؟ جايين لحكومة مدنية. ولو ما جات يا هالصبة الأبدية، يا هالصبة الأبدية. نحن منو؟ قوات الشعب السلمية. جايين لشنو؟ جايين لحكومة مدنية. ولو ما جات يا هالصبة الأبدية، يا هالصبة الأبدية. نحن منو؟ قوات الشعب السلمية. جايين لشنو؟ جايين لحكومة مدنية. ولو ما جات يا هالصبة الأبدية. ولو ما جات يا هالصبة الأبدية. أيوة، حرية سلام وعدالة الوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. عادل هناك قول معايا يا عادل، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. نترك الفرصة للدكتور، الدكتور وداعة، وإن شاء الله محاضرة ممتعة. المكان يا أخوانا جاب أقرب لوزارة الدفاع، المكان أقرب لوزارة الدفاع. أسألوا من مركز تدريب سودان إيرويز، مركز تدريب سودان السوار العباسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث يتمم لمكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين. I want you to pair into your nervous system the following statement because it is a fundamental truth of human condition. It is literally the baseline physics of what it means to be a person. We become what we think about. من الجملة الأخيرة دي ممكن يكون يتعرف عنوان المحاضرة. We become what we think about. يعني الإنسان كما يفكر يكون. ربنا خلق الكون، خلق فيه أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء غير موحدة وتتفاعل مع بعضها بدقة متناهية. وهذه الأشياء الكثيرة اللي ربنا خلقها في الكون بتربطها عدد قليل
من القوانين الكونية الربانية الأساسية. وإن شاء الله خلال المحاضرة هنتطرق لعدد من القوانين الكونية الربانية. العقل هو ناسج الأفكار، كل الأفكار تنسج في العقل، ويقال علميا تقريبا إنه العقل بنتج يوميا حوالي 60,000 فكرة. طبعا أفكار متنوعة، أفكار إيجابية، أفكار سلبية، أفكار ما لها لازمة، أفكار أوهام. المهم الإنتاج اليومي في حدود 60,000 فكرة. هذه الأفكار هي المكون لشخصية الإنسان. الإنسان بيتكون من مجموعة أفكاره. إذا نقدر نقول إنه البشر هم اللي بيصنعوا أنفسهم استنادا إلى الأفكار اللي بيختاروها أو اللي بيشجعوها. واحد من القوانين الكونية الربانية قانون بيسمى قانون الجاذبية. ده بيطابق القول الماثور، القول العام إنه كما يفكر الإنسان بقلبه فذلك يكون. أنا هنا بقصد الأفكار اللي بتحدد كامل وجود الإنسان، بقصد الأفكار الشاملة اللي بتمتد عشان تلامس أي وضع وأي ظرف من ظروف حياة الإنسان. الإنسان حرفياً هو ما يفكر فيه. شخصية الإنسان دائماً بيقولوا إن شخصية الإنسان هي المحصلة الكاملة لمجموعة الأفكار، مجموعة أفكار الإنسان اللي بتدور في راسه وفي داخله هي بتحدد شخصية الإنسان. لقدام هنشرح كيف تصرفات الإنسان دائماً بتنبع من البذرة الخفية للأفكار، يعني تماماً زي النبات. النبات بينبت من البذرة، ما في بذرة ما في نبات، نفس الشيء. ما في فكرة بذرة لفكرة، ما في فكرة أساساً. الإنسان بينمو استناداً لقانون يسموه قانون السبب والنتيجة. هذا القانون وقانون مطلق وما في إنسان بيقدر يهرب منه، لكن القانون فحواه إنه من يسعى يجد مسعاه، ومن يدق الباب يفتح له. ما دقيت الباب ما في زول يفتح لك الباب. عقل المرء، أي واحد عقله إذا احتوى عقلك على أفكار شريرة فبالتأكيد تأكد إنه الألم حيلحق بك كما تلحق عجلات العربة بالحصان. وإذا احتوى عقل المرء على أفكار نبيلة وأفكار إيجابية فتأكد بالتأكيد إنه السعادة حتتبعك كظلك تماما وبكل تأكيد. يعني الأفكار اللي في عقل الإنسان هي المحصلة، إنها تخلي حياتك أنت تعيش كيف. إذا كانت أفكارك أفكار شر، تأكد إنه الشر بطولك أنت قبل ما يطول غيرك. يعني ده زي كأنه واحد شايله نفايات نووية في يده مشعة، وهو عايز يقتل بها آلاف، فأول من يموت هو بسبب هذه النفايات قبل ما إنه يقتل الآخرين. فإذا عقلك الشيء اللي بيحتويه هو اللي بيحدد حياتك، بيحدد مصيرك، بيحدد مستقبلك. الإنسان عنده يعني هو حصيلة للحصاد، كأنه حصيلة حصاد حلو ومر. انت عندك الخيار انك تختار من الحصاد حقك الحلو او تختار الحصاد المر. العقل كأنه هو زهرة متفتحة. هذه الزهرة ثمارها
بيكون حلو ومر. فلك الحق انك تختار ما تشاء من هذه الثمار وتعيش بالوضع الثمار الحلوة او تعيش بحياة الثمار المرة. الانسان يصنع او لا يصنع من قبله هو شخصيا، يعني انت اللي بتصنع نفسك، ده باستنادا للأفكار اللي أنت بتختارها أو اللي اختار الأفكار اللي أنت بتشجعها. فمن خلال أي إنسان عنده مستودع حق أسلحة، مستودع حق فكر موجود داخله، فأنت من المستودع ده ممكن تختار أسلحة تدمر بها نفسك، وممكن تختار مواد تساعدك أنك تصمم لنفسك وتبني لنفسك قصر فردوسي من الأحلام ومن السعادة ومن السلام. رب العالمين خلق الإنسان في أكمل صورة، وخلق العقل بتعقيد متناهي، وجعل إنه الإنسان هو في يده إنه يختار الطريق اللي يبغاه. أنت ممكن تكون غني، ممكن تكون فقير، ممكن تكون سعيد، ممكن تكون شقي، ممكن تكون مريض، ممكن تكون معافى. كل المفاتيح رب العالمين سلمها للإنسان يختار ما تشاء. ربنا خلق الإنسان بعدالة صارمة، ما ظلم إنسان على إنسان تاني. قانون اسمه قانون الوفرة، تنزل العطايا والمنن من رب العالمين على كل شخص مننا في أي لحظة. عطايا والمنن من ربنا فيها الخير، فيها الشر، فيها الغنى، فيها الفقر، فيها المرض، فيها الصحة، فيها السعادة، فيها الشقاء، فيها كل المنن من رب العالمين. الإنسان بيختار ما يناسبه من هذه النعم. إذا كان عقلك هو عايش وفكرك عايش بأوهام إنك أنت مريض، أو عايش بوهم إنك أنت فقير، أو عايش بأمل إنك أنت غني، فالمنن اللي تنزل من رب العالمين عقل الإنسان يختار ما يناسبه عن طريق الفلتر وينفض الباقي. ففلترك إذا كان أنت شايف نفسك إنك أنت ولدت فقير وحتعيش فقير وحتموت فقير، فالفلتر عندك بالتأكيد حيجذب الأفكار اللي في راسك وحينفض ما سواها، حيختار حيجذب الفقر لأنك أنت عايش فيه من داخلك ومن عقلك، وحيرفض الغنى. فعلشان كده حياتنا كلها في أيدينا، نحن في يدنا أن نكون ناجحين، في يدنا أن نكون فاشلين، في يدنا أن نكون أغنياء، في يدنا أن نكون فقراء. لا يمكن الحصول على الذهب ولا على الماس إلا من خلال البحث والتنقيب بشكل كافي. كذلك الإنسان لا يستطيع أنه يعرف الحقائق المتعلقة بوجوده إلا من خلال البحث في منجم نفسه، يبحث عن نفسه هو في ذاته، على أفكاره المعشعش جواه، عشان يقدر يعرف هو وين من الحياة. الأفكار دائما يقولوا إنه الأفكار الجيدة دائما نتيجتها بتكون ثمار جيدة، والأفكار السيئة دائما نتيجتها ثمار سيئة. لاحقاً حنتكلم إنه طالما العقل بينتج يومياً 60,000 فكرة، فبالتأكيد فيها أفكار سلبية كثيرة وأفكار غير مرغوب فيها. فلاحقاً حنتكلم عن إنك كيف تتخلص من الأفكار الغير مرغوبة وتستفيد من الأفكار الإيجابية اللي ممكن تقدمك واللي ممكن تنفعك واللي ممكن تحقق بها وجودك وتحقق بها إنسانيتك. نشوف أثر التفكير في الظروف. ناس
يعني التفكير والشخصية دين شيء واحد. أنا إذا عرفت شخصية إنسان من خلال إن تخاطبت معه بقدر بعرف تفكيره كيف. متى ما عرفت واحد إنه الشخصية أو التفكير بقدر بعرف الشيء الطرف الثاني اللي بخص الإنسان. دائما يقول لك الظروف الخارجية بتكون دائما مرتبطة بحالة الإنسان الداخلية. أي شخص تقدر تعرفه حالته الداخلية من الوضع الخارجي بالنسبة له، من ظرفه الخارجي أنت تقدر تفهم هو جواه ماذا يدور، ما هي الأفكار اللي تدور داخله من خلال الوضع الخارجي. الظروف الخارجية بتنبثق عن التفكير الداخل الإنسان وبتتشكل من التفكير الداخل الإنسان. هنتكلم في إنك أنت كيف تقدر تحارب الظروف الخارجية بالنسبة للإنسان. محاربة الظروف الخارجية يعني زي هي ثورة، ثورة أنت بقاتل عشان تغير وضعك، عشان تغير حياتك. لكن المشكلة إنه أغلب الناس هي بتحاول تغير الظرف الخارجي، في نفس اللحظة هي بتعمل إنعاش وحفظ لمسبباتها في الداخل. أقول لك أمثلة، يعني مثلا واحد رجل فقير، فقر مزري، هو بيتطلع انه يغير حياته، بيتطلع انه لحياة افضل، لمعيشة افضل، لكن يتكاسل في شغله وبيمارس الخداع على مديره بحجج وهي، احيانا ممكن مريض، احيانا ما قدرت، احيانا مواصلات، يعني بيحاول انه هو يمارس انواع الكسل والخداع على مديره. في نفس اللحظة هو بيتطلع انه يغير حياته وفهمه بيقول لك كأنه زي ما بيقولوا عندنا السودانيين بيقول لك على قدر قروشهم. هذا الشخص مستحيل انه مهما هو يعمل انه هو يقدر يغير ظروفه او يغير درجة الفقر والبؤس اللي فيه، بالعكس بيجذب لنفسه بؤس أكثر من البؤس اللي هو فيه، لأنه ما عرف أبسط قواعد الحياة الأساسية، ما عرف أبسط قواعد الثراء. بالعكس هو الأفكار اللي داخله كلها أفكار كسل، أفكار خداع، فبالتالي هذا الشخص غير مؤهل إنه يغير حاله. مثال تاني، شخص ثري ومصاب بمرض نتيجة النهم في الأكل ويقول أنا مستعد إني أدفع أي مبلغ في سبيل إنه أتعالج من المرض، في حين إنه هو غير مستعد إنه يتبع عادات غذائية عشان يتعالج من المرض. هذا الشخص غير مؤهل نهائيا إنه هو يتعالج من المرض اللي فيه، بالعكس ممكن يدير مرض أكثر، لأنه ما عرف أبسط قواعد الرعاية الصحية. شخص آخر هو صاحب متجر بيخل في الموازين، بنقص أجور العمال بهدف إنه هو يكسب ربح أكبر، عائد الربح يكون أكثر. هذا الشخص مستحيل انه هو يوم من الايام يكون من الاغنياء، بل انه حيوصل لمرحلة الافلاس وحيكون افلس على صعيدين، على الصعيد السمعة بين الناس لانه كان بيخل بالموازين وكان بينقص في زور العمال، وافلاس مادي. وفيما بعد بالتأكيد هو حيلوم الظروف، الظروف هي اللي وصلته للإفلاس، وما يعرف إنه هو اللي شكل الظروف، هو اللي خلق الظروف اللي وصلته للحالة اللي هو فيها. مثال آخر، شخصين، شخص أمين وشخص غير أمين. الشخص الأمين يعاني في حياته، الشخص الغير أمين يتمتع بالثراء. فدائما الحكم السطحي بيكون
انه ده فقير الامين فقير لانه امين. الحكم السطحي انه اي زول ممكن يحكم هذا فقير لانه امين بامانته هو فقير، والغير امين هو ثري لانه غير امين. لكن طبعا ده حكم خاطئ، حكم غير صحيح. الشخص الامين انت ما ممكن تفترض انه هو يعني فضيل في كل شيء، والشخص الغير امين ما ممكن تفترض انه هو فاسد في كل شيء. بالعكس، الشخص الامين هو وصل لمرحلة انه هو مع امانته هو بيعاني وفقير، لانه بيكون عنده بيملك صفات غير امينة اخرى اكتر من الشخص الاخر. والشخص الغير امين بيكون بيملك صفات فضيلة اكتر من الشخص الامين الاول، وكل واحد بيجني على حسب الصفة. طالما انه الصفات بالنسبة للشخص الامين الصفات الغير فاضلة عنده اكتر من الصفات صفة الامانة، فبالتالي هو بيجني نتائج اكتر غير فاضلة اكتر من نتيجة الامانة. والشخص الغير امين هو بيجني نتائج اكتر لانه هو بيتمتع بصفات فاضلة اكتر من صفة انه هو غير امين. الحياة هي يعني قانون الحياة العظيم بيطابقه دائما القول اللي بيقول لا يمكن انتاج الذرة الا من الذرة. بقدر ما انت تزرع تحصد من نفس النوع. بيشبه العقل دائما، العقل اللي هو بيكون فيه مصدر الافكار المختلفة، بيشبه العقل كأنه هو حديقة. هذه الحديقة هي لابد من انها تتطور في كل الحالات، انت زرعتها او تركتها بور هي لابد من انها تتطور. اذا كان انت اعتنيت بالحديقة، حرستها وزرعتها ونظفتها، فبالتأكيد حتنتج لك ثمار نافعة ومفيدة. اما اذا انت تركتها بور هي لابد من انها تتطور بفعل عوامل الطبيعة، عوامل البيئة، ممكن عن طريق الرياح تسقط فيها نباتات ضارة وتنتج نباتات اخرى على نفس شاكلتها. فهذا هو نفس الفهم بالنسبة لعقل الانسان، انت غزيته بافكار ايجابية بتطور، لم تغزيه بافكار ايجابية بالتأكيد هو حيستحوذ على افكار غير ايجابية، ولأنك أنت أهملته وما اهتميت به فحينتج أفكار شريرة من نفس النوع. الإنسان دائما بيقولوا إنه الإنسان ما بيصل لمرحلة السجن نتيجة لطقيان قدر أو قسوة ظروف أو صعوبة حياة أو كلام من النوع ده أو سوء حظ. دائما الإنسان بيصل لمرحلة إنه مرحلة السجن نتيجة لأفكاره، نتيجة للأفكار الدليلة، نتيجة للرغبات الخسيسة هي اللي بتوصله لمرحلة السجن. الإنسان صاحب الفكر النقي ما بيقع في الجريمة فجأة ولا تحت ضغط أي ظروف. التفكير الإجرامي يتربى ويتم تدعيمه في القلب لفترات طويلة، وساعة اغتنام الفرصة هو فقط بتكشف عن الأفكار الشريرة المتجمعة. الظروف ما يعني هي ما بتخلق الإنسان، لكن بتكشف عن الإنسان. يعني تقدر أنت تعرف شخصية الإنسان وتفكيره من ظروفه. أي زول تقدر أنت تفهم طبيعة تفكيره فقط بدون ما انت تسمع له، انك تكتشف ظروفه اللي هو بيعيشها فحتعرف هو كيفية طريقة تفكيره. اذا كان هو يفكر
ظروفه اللي حواليه انه بحس انه هو دائما مريض، انه هو فقير، انه هو غير سعيد، انه هو شغي، دي كلها نتيجه لتفكيره. متى ما انت غيرت تفكيرك، تفكيرك الداخلي بينعكس على صورتك الخارجيه، بينعكس على الظروف حتى اللي حواليك. ما في شيء يعني لا وجود لشيء اسمه ظروف ممكن تنحدر بالانسان نحو الرذيله. يعني واحد يمشي في طريق الرذيله يقول لك بسبب الظروف او مثلا بسبب الفقر. ما في قاعده ثابته هي بتخلي الانسان سبب الظروف هو بينحدر، لكن انت ممكن تنحدر نحو الرذيله بسبب ميولك، انت ميولك الخبيثه الفاسده هي اللي بتقودك لطريق الرذيله. حتى طريق يعني انت ما في حاجه اسمها وجود لظروف انها بتقودك وبترتقبك نحو الفضيله. ما في ظروف بتقودك نحو الفضيله، اللي بيقودك نحو الفضيله هو الزراعه والتربيه المتواصله لتطلعاتك وافكارك الفاضله المستقيمه، هي اللي بتوصلك للفضيله، ولا الظروف اللي هي بتوصلك للرذيله، انما هي افكارك الخبيثه هي اللي بتوصلك للرذيله. دائما الافكار الحلوه، الافكار الايجابيه بتنتج شخصيه نبيله. الافكار الغير إيجابية، الأفكار السلبية بتوصل الإنسان إلى مرحلة يعني ما دون مستوى الوحوش، مرحلة البهيمية. دي نتيجة للأفكار السلبية. الإنسان بقدر الإمكان يحاول يتخير الأفكار اللي حواليه. ما في إنسان بينصع إنسان، رب العالمين خلق الإنسان في أحسن تقويم، أداك ميزة عقل انك تستطيع انك تصل لاي مرحله انت عايزها بطريق كيفيه استخدام العقل، كيفيه التحكم في افكارك، كيفيه رسم خطط لحياتك. الحياه كل شيء متاح امام اي واحد، ما في فرق بين زيد وعبيد وبين واحد والثاني، الناس كلها سواسيه عند رب العالمين، والعطايا والمنن من رب العالمين للكل. ما في واحد يقول أنا فقير لأنه ربنا أراد. أنت اللي أردت أنك تكون أنت فقير، ليس الله. أنت اللي أردت، يعني الأغنياء هم اللي اختاروا لنفسهم أنه يكونوا أغنياء، والفقراء هم اللي اختاروا لنفسهم يكونوا فقراء. الغنى والفقر والمرض والسعادة والشقاء بيد الإنسان. في أي لحظة أنت ممكن تغير حالك. لو لقيت زول فجأة يعني انت بتعرفه ولقيت انه ظروفه الخارجية تغيرت، وضعه يتغير، فتأكد انه سبب تغيير ظروفه الخارجية حصل تغيير داخلي في حالته الذهنية هي اللي سبب التغيير الخارجي. فالعقل كبير ومحتواه كبير، والإنسان في يده أنه يختار الطريق اللي هو عايزه، ويختار لنفسه الحياة اللي عايزها. إذا عايز يعيش فقير ممكن يعيش فقير، إذا عايز يعيش غني ممكن يعيش غني، إذا عايز يعيش مريض. كله الكنترول في العقل، في أفكارك، الأفكار اللي بتنتج يوميا بصورة تلقائية حتى بدون كنترول منك أنت. عقل اللي بنتج أفكار، قلنا بنتج حوالي 60,000 فكرة. من 60,000 فكرة ديل لو يعني لو عملت لها فلترة وتنظيف ممكن ما تلقى إلا 6 أفكار هي الإيجابية هي اللي تفيدك. البقية 60,000 فكرة بتكون كلها أفكار مدمرة. يعني ده زي إنه الواحد بياخد أسلحة من مستودع الفكر، بياخد الأسلحة اللي بيدمر بها نفسه. في نفس اللحظة انت عندك خط تاني اللي هي ممكن يوميا انت من المستودع حق الافكار اللي عندك تاخد تصاميم تقدر تساعدك انك انت تبني لنفسك بها قصر من الفردوس ومن الاحلام ومن السعادة ومن الرفاهية. هذا ما انتهيت اليه. فان اصبت
فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم. إذا كان في أي أسئلة ما في مشكلة. السلام عليكم شباب. كتر خير الدكتور. الليلة أدانا محاضرة قيمة عن الأفكار وتوارد الأفكار في خاطر وذهن الإنسان، ممكن أحولها لأفكار إيجابية وأفكار سلبية. بس في نقطة دكتور عايز أناقشك فيها أخيرة، تكلمت عن الإنسان ممكن بيده يكون فقير وبيده يكون غني، وممكن بيده المرض وبيده أشرف. بتتفق معي أن المسألة دي فيها بعد الاجتهاد فيها توفيق من عند الله، بمعنى أنه لأنا ممكن أقوم من الصباح وفلترت أفكاري ومشيت وبدأت خطوة للأمام في فكرة معينة وأنجزت شيء وشيء ما أنجزته، ومع مرور الأيام أنا بتهت وما حققت جزء من طموحاتي. ده أنا في تقديري بيرجع لأنه ما توفقت أو ما حالفك الحظ هنا، بما أنك اجتهدت وفكرت وأديت ما عليك من دور كامل، لكن ما توفقت عشان أنا مثلا أحقق الهدف اللي أنا رسمته لحياتي. شكرا. لكن أنا ما بتفق في الحكاية دي. رب العالمين كل مخلوقات تسخر للإنسان لخدمة الإنسان. ناس علماء الطاقة بيقولوا أي شيء مخلوق في الدنيا دي عنده تردد زبزبي. يعني فرضا إنك أنت عايز المال عنده تردد زبزبي موجود. انت عشان تحصل على المال محتاج لخطوتين. الخطوة الاولى انك انت تشتغل على نفسك من جوا. يعني فرضا انه المال تردد الزبزبي 1000 زبزبة، فانت محتاج تشتغل على نفسك من جوا عشان توصل لمستوى تردد الزبزبي 1000. عشان توصل لمستوى تردد الزبزبي 1000 لازم يكون عندك اولا ثقة بنفسك انك انت ممكن تحصل وانك انت تستحق باستحقاق. دائما بيقولوا يعني لا تستجاب الدعوات والامنيات، يعني بل انه الانسان بيحصل على ما يستحقه بعدل واستحقاق. تستجاب الامنيات فقط في حالة واحدة بس، اذا كانت هي أمنياتك متوافقة مع أفعالك وأقوالك. تلقوا حسا نحن المسلمين دول قاعدين بندعو على اليهود، ندعو لنا يمكن 50 سنة اللهم دمر اليهود، ما استجب لنا لأنه حتى العبارة نحن كلنا حفظناها، بنقول كلمات محفوظة ما في تردد زبزبي من داخلنا بتوافق مع مستوى الدعوة. يعني الليلة لو أنا دعيت لأي شخص وقلت له الله يديك فلوس مثلا، إذا هو ما عايز دعوتي لن تستجاب له ولن تفيده، لازم هو يكون عنده توافق عنده تردد زبزبي. عشان تحصل على أي شيء في الدنيا دي في يدك إن ما في يعني قانون كوني رباني اسمه قانون السبب والنتيجة. من يسعى يجد مسعاه، رباني هذا ما وضعه وزير ولا رئيس، من يسعى يجد مسعاه ومن يدق الباب يفتح له. دق الباب قول عايز أنا فلوس حتجيب، بس هي طبعا الموضوع محتاج شغل من الداخل من أعماقه. إذا نحن قعدنا نقول لا ما توفق، ربنا ما وفقنا، ربنا ما أدانا، أنا عملت اللي علي، لا أنت ما عملت اللي عليك، أنت كنت مقصر في حق نفسك. لازم يقينك ثقتك إيمانك إنك أنت ممكن توصل للمشي اللي عايزه. تفضل المايك عشان بس في لايف، عشان في لايف تعال بيجي المايك.
خليه انا لو في اي سؤال ولا بتاع تسول يبي ايوه. السلام عليكم. انا اسمي احمد صالح. عارف اسمك مايك. اسمي احمد صالح. عجبني كلام الاستاذ. بس دار استفسر انت ممكن ترفع التردد الذبذبي الذكر استاذ كيف؟ الطريقه اللي ممكن ترفع بها التردد ده هو ذكر بألف ذبذبه مثلا. يلا انا ما عندي الحاجه دي جواي. ممكن اعملها كيف او ممكن لو هي بسيطه ارفعها كيف؟ شكرا لك. شكرا. انا ضربت مثال انه مثلا انت عايز حاجة تردد الزبزب بألف، مثلا انت عايز سيارة تتمنى يكون عندك نوع معين من السيارات تردد الزبزب بألف، انت محتاج انك تشتغل من جواك عشان توصل لمرحلة تردد الزبزب بألف. اولا انك انت يكون عندك يقين وثقة انك انت ممكن تحوز على الشيء اللي انت عايزه. حتى الشيء اللي انت عايزه لازم تعرف ادق تفاصيله، يعني ما ممكن اقول انا عايز لي سياره، لا لازم تعرف سيارتك شنو موديلها، شنو لونها، شنو جوا، طب لونها كيف، فريشه شنو، تعرف ادق تفاصيله علشان تقدر تقرب زبزباتك الداخليه للزبزبه الخارجيه اللي انت بتطلبها. فرضا انها هي ترددها 1000، انت ما وصلت ل 1000، وصلت ل 700 فرضا، من جواك وصل الزبزباتك ل 700، هذا يعني انك انت ممكن توصل لهدفك بقليل من السعي، يعني ال 300 30% الباقيه تحتاج منك سعي. لو كانت زبزباتك انت وصلت مثلا 900 فهذا يعني انك انت في هذه اللحظة محتاج منك أقل القليل من السعي، يعني ممكن سعي يتصل بك تليفون ويقول لك تعال استلم. كل ما ارتفعت زبزباتك الداخلية كل ما كان درجة سعيك أقل، كل ما قلت زبزباتك الداخلية كل ما سعيك كان أكثر. فإذا أنت سعيد وإنت عايز الشيء وما وصلت له هذا يعني أنه زبزباتك أقل، لازم تسعى أكثر. وانا داري سالي يبي يجوا. لا أحمد اسمه أبو بكر إبراهيم. أبو بكر إبراهيم. أنا طبعا من فترة طويلة جدا كنت يعني شغال مع السميتة موارد بشرية بحضر له كثير جدا. فآخر حاجة لميت واحد بقول له يدي قولين هو بيتكلم في جزئيات انا لما جيت اقرا الطريق لقيتها مطابقه جدا اصلا مع كلام الدكتور. ففي حاجه مثلا انا الليله نفسي في حاجه مثلا شايفها في زول وفيني انا ما موجوده تمام، فبتلقى نفسها مثلا زول بيتكلم باريحيه يعني تحسبوه كده منفتح لابعد الحدود وتجي تنظر لنفسك انت مثلا بتلقى بعض الحاجات هو بيقوم بها انت يثق منك تقوم بها. طيب انا دائما في قراءتي للزول بشوف انه بيقول لك انت دائما تحاول تصنع اكبر قدر من التصورات الذهنيه في دواخلك وتحاول تصل مرحله من الرقه والنعومه الى سنه تقدر تنسجم داخليا وتشيف تقلد التصورات حقت الزول الثاني عشان تحصل الحاجه. طيب مرات بتلقى نفسك بطبقه بيكون في مثلا مقاومات كثيره نسبه لك فتره من الزمن كنت ممارس حاجات بطريقه محدده فشان ما تجي مثلا تقرب النموذج في الزول ذاك ليك انت بتلقى صعوبة كبيرة جدا جدا. فأنا بس ما عارف الصراع ده السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يتعلق بالشر والغير، الحياة دي أصلا هي موجودة من الله خلق الدنيا تمام؟ فمسألة استجلاب الغير بالنسبة لك أو دار تكون سري أو تكون غني، فبقول لك يا أخي دائما شوف السري ده بيفكر كيف، بنوم كيف، ونسوا مع الناس بتكون كيف، طبيعة الحياة بتكون كيف، حاول تقلد الحياة دي بتصورات داخلية بقناعات إيمانية حقيقية بتلقى الحياة دي. يعني مثلا أنا جربت حاجة في المواصلات مثلا مرة بقناعة محددة بقول الكرسي أنا ما أدري إلا أن فيه فلان، والله في أنا جربت أكثر من كم كذا مرة قاعد تحصل بصورة طبيعية جدا وفي نماذج كثيرة. هو الموضوع ده موضوع ظريف شديد لكن محتاج لإيمانيات وترددات داخليه قويه جدا جدا عشان تخليك انت تحقق النتائج اللي تصدر تعملها. تشكر يا دكتور. شكرا.
بالنسبة للجزء الأخير من السؤال، أنا دائما ما بؤمن بالمحاكاة. يعني أنا نجحت في أي موضوع، في أي مشروع، في أي علم، في أي شيء، مش بالضرورة أنك أنت لازم تعمل اللي أنا عملته عشان تنجح. لأنه أنا لي وضعي، لي بيئتي، لي تفكيري، لي ظروفي، لأي. فأنت لو عملت اللي أنا عملته ليس بالضرورة أنك تنجح. كل واحد له الفرصة، طالما أنا نجحت أنت also you can do it، أنت ممكن تنجح. أنا نجحت، أنا بشر زيك، وأنت كمان لازم تنجح. مش تحاكيني أنا، بأسلوبك أنت، بتفكيرك أنت، بطريقتك أنت، بحياتك أنت. التصور الداخلي، يعني ما انا عقليه، لكن انا اصلا بنفس الدرجه من النقطه والنقومه، بحيث انه الحاجات مثلا انت بتدي انا اصلا ما انا حد يعرف كل شيء. ممكن تصل للحاجات اللي انا وصلت لها وتوصل لابعد منها اذا كان انت استعملت افكارك انت الخاصه بك. انا ممكن اقول لك يعني اديك برنامج اليومي، انه انا بصحى الساعة 6 صباحا وبمشي وبعمل وبشتغل في اليوم 15 ساعة. هل انت لو عملت البرنامج انا اللي بعمله انت يعني في تصورك انك ممكن توصل مرحبتي؟ اذا انا بشتغل في اليوم 15 ساعة، انت عشان توصل لازم تشتغل 20 25 ساعة، لازم تعمل ابعد مني، تمشي ابعد مني عشان توصل ابعد مني. اي شيء في الدنيا دي عمله انسان انت ممكن تعمله، ما في شيء مستحيل، ما في يعني رب العالمين ما ظلم احد، كل الناس اداها بمقدار، مقدار تفكيرك انت، مقدار رغبتك انت. اذا انت ما عايز السعاده يعني هتجي كيف؟ اذا انت ما عايز الفلوس هتجي كيف؟ قبل ما انك انت تسعى عشان تجيب فلوس بجهد بشغل، في شغل داخلي، هل انت بتقدر تتعايش مع وضع انك يكون انت تكون سري؟ فانا في المرات في الحلقات القادمه يعني اسمح لي دكتور انور، انا هستعمل دكتور انور ده نموذج، لانه هو شخصيه يعتبر متعددي المواهب، شخصيه اتسمت فيه خدمه الغير، لانه كل المبادرات اللي امبارح كان بيتكلم عنها هي ما منفع له هو شخصيا لكن منفع للآخرين. خدمة الغير دي يعني صفة للنبلاء فقط، مش أي زول بيخدم زول، يعني دي الصفة اللي ميزت العظماء على مر العصور، ودي كانت السر وراء خلودهم وبقاء ذكراهم إلى تاريخ يومنا هذا. فأنا في الحلقات القادمة ونجي نتكلم عن أثر التفكير في الصحة، في الجسد، في المال، هستعمل نموذج دكتور أنور إنه هو عمل شنو عشان يوصل وين. طيب أنا بتذكر قريت في السوشيال سايكولوجي اللي هو الحاجة اللي اسمها self fulfilling prophecy، اللي هي لما يكون الطفل صغيروني في بيتهم وتقوم أمه تقول له يا ولدي يا دكتور ولا يا مهندس ولا كده من صغير، فالزول بيقوم هو قناعته الداخلية نفسه بأنه أنا حبقى دكتور ولا حبقى مهندس، بيقوم بيحقق النبوءة دي، نبوءة أمه وأبوه فيه وهو صغير في أنه حيبقى الحاجة دي. أفضل مثلا لقيته شخصيا كان السباحة الأمريكية من أصل يوناني مصري اسمها ديانا نياد. ديانا نياد لحد تاريخ اللحظة اللي بيتكلم فيها نحن هسه صابيننا في اعتصام القيادة العامة في مسرح الباحثين السودانيين، ما في زول سبح مسافة 103 ميل لمدة 15 يوم ما بين كوبا وفلوريدا، الزول الوحيدة. لكن عشان تصل للكلام ده كان من هناك، لما هي زادة بتحكي أمها وأبوها، أبوها بالذات يوناني، بيقول لها أنت المعجزة اليونانية، أنت الحد عملي حاجة ما في زول قبلك عملها. من صغيرة وهي صغيرة في راسها إنها هي حتعمل حاجة إكسترا أوردينري ما في زول عملها قبل كده. ولما طلعت ولقت شغفها بالسباحة وكده حطمت أرقام قياسية كثيرة
وكل مرة كان بتحطم رقم الرقم السابق اللي عملته هي ذاتها. يعني زولة قاعدة تنافس ينافسها. لما نوصل عمرها 63 سنة هي الوحيدة القطعت المسافة بتاعت 103 ميل في بحر فيه أسماك بتاعت قرش والجيلي فيش وحاجات خطيرة جدا جدا. فالزولة دي نموذج للزولة اللي عنده نبوءة وزبزبات داخله هو ذاته بتحقق الحاجة الجديدة اللي لسه ما في زول وصل لها. مش موضوع بتاع عربية ولا قروش، لا، المسافة بتاع السباحة ما في زول قبل كده قطعها لحد الليلة، لا راجل لا مرة غيره. فالمسألة بتاعت السيلف فولفيلينج بروفيسي دي بتاعت انه انا احقق نبوءة من انا صغير انه هكون انا اغنى زول، هكون اشطر زول، هكون ما اعرف شنو. اي واحد يا اخوانا من الناس اللي قاعدين هنا ممكن يحقق حاجة ما. يعني انا ده حققت دكتوراه، دكتور وداعة حقق دكتوراه في يوم من الايام كانت عبارة عن فكرة بس في راسها، صح؟ حلم. لأن احنا مقتنعين داخلنا انه هنعملها عملناها. اي زول ما مقتنع بانه هيقدر يعمل حاجة ما هيعملها. واخطر من كده لما الزول يبقى باسف، لما تبقى شنو في الجزء السلبي من الامور، يقول لك بالله عليك الله القلم ما بزيل بلم يا دكاترة شنو كلام فارغ شنو، اصل دكاترة مفلسين ساي يعني. اي نعم الدكاترة مفلسين، لكن عملوا الحاجة اللي هم دايرينها. فانت بدل ما تنتقدهم اعمل الحاجة اللي انت دايرها، ما هيكون عندك وقت عشان تنتقد زول غيرك، مش كده؟ فدكتور وداع يعني بيتكلم عن كلام يا اخوانا والله غاية في الاهمية، انه الناس تعزز ثقتها بنفسها عشان تقدر تحقق الحاجات اللي هي مؤهلة ليها اصلا. والتأهيل ليها بيجي من القرار والفكر الفراسي بانه انا بقدر اعمل الحاجة. شكرا جزيلا. ذكرتني قصة توماس اديسون. توماس اديسون ملقب بانه هو رجل العجائب، صاحب 1093 اختراع. توماس جاء يوم من الايام رجع البيت ومعه خطاب من المدرسة لأمه، فاداها الخطاب انه هذا خطاب من المدرسة. فالأم فتحت الخطاب وبدت تقرأ عليه الخطاب وهي عيونها مليانة دموع. فقرأت على الخطاب انه ابني عبقري، المدرسة اصغر منه، لا ترسليه للمدرسة، ترسيه في البيت. دي الشيء اللي هي قرأته على أديسون. مرت السنين، توفت الأم، أديسون بقى أكبر مخترع. في يوم من الأيام هو بيفتش في الدولاب حق أمه ولقى الخطاب. فقرأ الخطاب لقى إنه مكتوب في الخطاب كلام غير اللي هي قرأته عليه. مكتوب في الخطاب طفلك غبي، لا ترسليه إلى المدرسة، لن نستقبله. شوف هي قرأت على الخطاب إنك طفلك عبقري، والخطاب أساسا بيقول إنك طفلك غبي. فبكى فترة طويلة جدا، وبعدين قام كتب في مذكراته كان أديسون طفلا غبيا، ولكن بفضل والدته الرائعة أصبح عبقريا. جماعة ما في شيء مستحيل. أي واحد داير يوصل لأي مكان ممكن، بس هي موضوع تغنية خاصة. أي واحد داير يوصل لأي مكان، مستوى تعليم أكاديمي، مستوى اجتماعي، شخصية، أي شيء ممكن، محتاج بس الفكرة، وإنك إنك كيف الفكرة هي السيطرة عليك، وكيف إنك أنت تديرها، وكيف انك تستلم مفاتيحها وزمامها. تفضل يا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم محمود محمد سعيد. الحقيقه انا بختلف مع الدكتور في مساله الحقيقه المال والمقادير وما الى ذلك. في روايه وردت للصحابه انه يشتكوا من اصحاب الدخول او اصحاب الاموال. يا رسول الله، علم أصحاب الأموال بأنك علمتنا الأذكار كذا وكذا ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والأغنياء هم أناس
فضلهم الله سبحانه وتعالى وابتلاهم في هذا المال وامتحنهم فيه لينظر هل يؤتون ما فرضه الله عليهم من زكاة وصدقة وما إلى ذلك أم يكونون كغارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. فلذلك في فرق بين مسألة، مسألة الصبر والشكر. أنت على ماذا تصبر إذا لم تبتلى؟ وعلى ماذا تشكر إذا لم تؤتي ما أوتيت؟ إذا لم تشكر على ما أوتيت. ونبي الله سليمان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. لما أتاه الملك ووجد النمل والجنود كلهم من حوله وتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أنت تشكر إذا أوتيت النعمة وتصبر إذا ابتليت. الصبر لا يكون إلا على الابتلاء والشكر لا يكون إلا على النعمة. فإذا ما شكرت جزاك الله على هذا الشكر، وإذا ما صبرت جزاك الله على هذا الصبر. فأنت عندما تكون فقيرا تجتهد وتكد ولكنك لا تستطيع أن تأتي بالمال الذي يوفر الوقود لأبنائك، أنت تقتصد هذا المال عن طريق الصدقة من الأغرباء أو المحسنين حتى تلبي رغبات هؤلاء الأبناء. ولا يعني عدم قدك هو الذي امتنع في عدم حصولك على المال، ولكنك كدت واجتهدت ولم تستطيع، لأن الله أراد أن يبتليك وأن ينظر إليك تصبر وتكد أم تجزع وتقول أن الله لا يريد أن يرزقني وأن الله ابتلاني ببلاء أكبر مني. وجزاك الله خيرا لكم. شكرا. أولا نحن نشكر الله على كل حال، نشكر الله في السراء وفي الضراء، في الفقر وفي الغنى. أنا الشيء اللي بتكلم عنه ده علم، هو حديث، اكتشف حديث، لكن رسولنا الأعظم كان عنده علم بهذا العلم من قبل أكثر من 1400 سنة. سيدنا أبو بكر الصديق قال كلمة مشهورة، قال البلاء موكل بالقول. يعني أنت بتتكلم عن فقر حيجيك الفقر، تتكلم عن المرض حيجيك المرض، تتكلم عن الموت حيجيك الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى زار له إعرابي مريض، فقال له الرسول، قال له لا بأس شطور شطور. الإعرابي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بل هي حمى تفور في جسد شيخ عجوز تزوره القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هي كذلك، بكر الراجل الشيخ العجوز ده مات. العلم الحديث اكتشف انك انت الشيء اللي بتفكر فيه، الشيء اللي مسيطر عليك هو اللي بيحصل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال للإعرابي لا بأس، يعني كأنه هذه طهارة لجسمك. الإعرابي ما مقتنع انه دي حمى وحتودي المقابر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى انه هذه الفكرة مسيطرة عليه قال له هي كذلك. بكرة هو مشى المقابر اللي كان يفكر فيها. فالحياة بالنسبة لأي واحد الفكرة اللي في راسك هي اللي بتحصل، هي اللي بتحصل. لأنه الكون، حتى الكون في عالم مرئي وعالم غير مرئي. الكون مو نحن اللي شيء شايفينه، ده في أشياء كثيرة إحنا ما شايفينها. حسا لو أنت تطلع جوالك وتفتح الراديو بتطلع لك محطة تسمع راديو، عدة محطات، ده معناته إنه حواليك في موجات أنت ما شايفها. فبالتالي حتى الفكرة اللي بتطلع من راسك بتعمل طاقة، الطاقة دي بتكون دايرة حواليك، بسموها هالة. الحالة هي بتدور حواليك حسب القانون الكوني. حالتك اللي حواليك بتجذب الشبيه. إذا كانت الفكرة اللي عندي أنا فكرة مرض،
ما بتقعد في 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 المخ وتطلع الطاقه حقتها بتكون بتدور حواليك في حدود مترين. فكره مرض بتجذب من الكون كل مرض ممكن طالما ان فكرتك انت كان المرض. في بعض الناس الواحد ممكن بيكون عنده هوس وخايف من الامراض الخبيثه، يعني لو قلت انت مثلا السرطان هو خلاص يرتعش، هذا تاكد انه هو حيصاب بهذا المرض. زي ما قالوا المصريين اللي بتخاف منه بيطلع لك، البعبع اللي بتخاف منه ده بيطلع لك. فبالتالي الفكره هي اللي بتحدد حياتك، بتحدد مصيرك، بتحدد نمط، بتحدد صحتك، بتحدد غناك، بتحدد فقرك. اذا انت في راسك الفقر حتعيش فقير وحتموت فقير. رب العالمين قانونه أحد قوانين الكون اللي خلقها قانون العدالة الصارمة، ما في واحد أحسن من أحد إلا بالتقوى. يعني حتى رب العالمين في كلام كثير أنا ما عايز أتشعب فيه وحس حاليا بخصوص المرض وبخصوص الصحة. المرض ده يعني ما هو شر ربنا أرسله، ربنا ما بيرسل الشر للإنسان. المرض أنت اللي بتختاره لنفسك. رب العالمين هو رب خير، أسماءه كلها خير. صحيح أنه هو خلق المرض، خلق الشر، لكن أنت اللي بتختار الشر. ربنا لا يرسل لك الشر. وفي أدلة كثيرة وآيات كثيرة بتثبت أنه الشر من الإنسان، المرض من الإنسان. ربنا اللي بيدور لك اللي عايزه لك كله هو خير في خير. تفضل. اسم محمد موسى. أنا بتكلم في موضوع عن عادة شخصية، مثلا الإنسان بيعتقد إنه هو مميز، لكن بيلقى مجموعات أو أفراد نيجاتيف سلوك سلبية. بقول لهم انك ما بتقدر تعمل، انك ما بتقدر توصل للحاجه دي، او الحاجه دي مستحيله بالنسبه لك. وبأبسط كلمات راح يقول لك انت ما بتقدر توصل للحاجه دي، الحاجه دي مستحيله. فالفكره بتاعت زول ده بترسخ براسه، بيفتكر انه هو ذاته خلاص، بقوم بفكر كثير فيها، بيقول انه انا خلاص ما اقدر اوصل للحاجه دي. دائما ما بلقى مجموعات ومجتمعات زي ده، الناس اللي نقدر تفتكر كيف نقدر نشيل منها. كلامك صح. أكبر المعوقات في الحياة هي آراء الآخرين، هي هم اللي بيثبطوا من همة الإنسان. إذا أنت قعدت تسمع لآراء الآخرين وتقديره ما حتنجح في حياتك. أنت لازم الفكرة اللي في راسك يعني يكون عندك التزام، يكون عندك إصرار، يكون عندك طموح، وما تستمع للآخرين إيه هم يقولوا. أكثر شيء محبط للإنسان هو آراء الآخرين كلهم. طيب بسم الله، مساء الخير عليكم. دكتور أنا مثلا لا أكون نابغ، فالأسرة في البيت برضو لها دور كبير. إحنا مسؤولين إنه يا أخي أنت زول نابغ وتشجيع وكويس، ثم ثاني الإصرار والعزيمة، عشان أنا أكون زول برضو يكون عندي إصرار وعزيمة، أكون زول نابغ إن شاء الله. صحيح هو التشجيع، بس نحن حسا بنتكلم، انا حكيت قصة اديسون، يعني زرعوا فيه فكرة انه هو عبقري في حين انه هو كان غبي. لكن الانسان هو اللي بيشتغل على نفسه. يعني انت ما بتستنى زول يقرأ لك كتاب، ما بتستنى زول يقول لك ادرس كده، اعمل كده، امشي كده، نوم كده. انت لو عايز تنجح في حياتك، الناس لو بتشتغل 7 ساعات انت تشتغل 14 ساعة. كل شيء هدفك شنو، طموحك شنو، الفكرة اللي عندك شنو، انت شايف نفسك. يعني دايما بقول لك الصورة الذاتية الذهنية هي اهم شيء. انت شايف نفسك وين، انت عايز خلي الناس شايفين لك شنو، انت شايف نفسك وين. انت اذا كان شايف نفسك انت عبقري، انت نابغة، you will be. هو الموضوع كمان في نفس اللحظة، الموضوع مش امنياتي ان انا عايز اكون عبقري، لا، ما هو في شغل
ما يعني موضوع زبزبات اني انا اضبطها واربي ارتبها معاها وتتوافق معاها، كمان عايزه شغل، لازم يكون في شغل، عايز اكون نابغه، بقرا كثير، بشتغل كثير، بفيد كثير، بدرس كثير، مجالات عده، ده هو الفهم. شكرا دكتور وداعة. بس عندي سؤال انا من السؤال القبل الاخير بس حاليا. العقل بينتج 6000 فكره يوميا، 60000 فكره يوميا، ال 60000 فكره دي بتتفلتر بواسطه افكار بسيطه جدا لينا بنسميها مثلا معتقدات او مسلمات او قوانين او بديهيات، هي شئنا او ابينا افكار، بس هي بتكون الطوق واللي بتحكم ال 60000 فكره دي، هي بتفلترها وهي بتوضح السالب منها شنو والايجاب منها شنو. المعتقدات والمسلمات الافكار الاوليه دي تتغير كيف؟ هي افكار نفسها زيها وزي اي فكره ممكن تتغير، بتتغير كيف دي؟ ده موضوع حلقه جايه كامله، انك كيف تتخلص من الافكار الغير مرغوبه. هي بالتاكيد اي واحد فينا في معتقدات يعني تربت معانا، يعني مثلا من طفل انت لو حاولت انك تطلع الدرج وقال لك لا لا ما بتقدر تقع، دي فكره نسخ خلاص اترسخت انك انت ما حتقدر، لازم يساعدوك عشان تطلع الدرج، عشان تطلع السلم، عشان تعمل، عشان تركب موتر. دي افكار معتقدات من البيئه نحن اكتسبناها من المدرسه من المجتمع من البيت، كلها ممكن تتغير، ممكن تعمل لها ديليت نهائيا وتشيلها من مخك وتحط افكار جديده عشان تستقيم في حياتك، لازم تعمل لها ديليت تمسحها، ودي لها طريقه وحنتكلم عنها في الحلقه الجايه اننا كيف نتخيل. موضوع طويل، خلي لي حلقه بكره ان شاء الله. جزاك الله خير دكتور. في مقولة مشهورة بقول لك اللسان موكل بالقدر، زي ما حدث مع سيدنا يوسف عليه السلام لما قعد طويل في السجن قال ربي أبغيتني في السجن طويلة، ما ورد في الأزل ربنا سبحانه وتعالى قال له أنت سألت السجن فأبغيناك ولو سألت العافية لعافيناك. يعني دكتور ما صحت المقولة. هو صح صحيح انه الانسان الشيء اللي بيتمناه هو بيحصل عليه، يعني سيدنا يوسف طلب السجن قال رب السجن احب الي، لو طلب العافيه كان ربنا اداه العافيه، لكن هو طلب السجن فربنا اداه السجن. موضوع القدر يعني انا عندي فيه كلام كثير، القدر في يد الانسان انه يغيره، ده كلام قدر ما ان انا اقوله الناس ما عايزه تفهمه، لانه حتى الدين ده الناس ما اخداه يعني كانه درس حفظناه، ما في زول فتح فيه. القدر انت في امكانك تغيره، انت في امكانك تحدد قدرك خير او شر. مثال فرضا انت سايق عربيه وجيت في ستوب اشاره حمراء ووقفتها، اللي بيحصل انك انت الستوب احمر وقفت لما الستوب فتح اخضر انت تحركت مشيت، يعني عديت بسلام، ده قدر. طيب فرضا انه الستوب احمر وانت ما وقف وجيت عديت، اللي بيحصل ممكن تموت، لو ما مت ممكن تتكسر، ده ربنا اختاره ليه؟ انت اخترته لنفسك. الاقدار نفسها بيد الانسان، في اقدار كثيره، في بعض الاحتمالات حتى الاقدار بيقولوا انها هي اتجاهات واحتمالات، يعني انت خطوه على اليمين بتحصل على قدر، خطوه على الشمال بتحصل على نتيجه اخرى، فالقدر في يد الانسان. سايق سيارتك وانت في السارع ماشي بطريقه متهوره، حصل حادث منك، ما عدا في اشياء بيد رب العالمين احنا ما بيكون لنا دور فيها، لكن يعني اغلب الاقدار في يد الانسان هو يغيرها. واحد هو ما يهتم بصحته ومرض ما يقول المرض ده جابه لي ربنا، انت جبته لنفسك، انت اللي اخترته لنفسك. ففي اشياء كثيره، المشكله ان احنا بقينا حاسه حاليا الناس يعني اغلب الاشياء بتخدها انه ربنا اراد،
يفشل يقول لك ربنا أراد، يمرض يقول لك ربنا أراد، يدخل السجن يقول لك ربنا أراد. أنا قبل قلت إنه السجن الإنسان ما بيوصل لمرحلة إنه هو يدخل السجن نتيجة لطقيان قدر أو قسوة ظروف أو حظ سيء أو واحد حاسده أو واحد قاصده، لا، أنت دخلت السجن ده نتيجة لأفكارك الذليلة ولميولك الخبيثة، دخلت السجن، ما دخلت السجن نتيجة لأنه القدر طقيان القدر أو قسوة الظروف. طيب شكرا لك يا دكتور. أنا دار أسأل إنه يعني الإنسان لو دار يتطور نفسه ودار يكون ناجح ودار يبدأ في أي المجال كان، لكن الظروف مو سعداء، وكان ظروف في الأسرة أو ظروف اجتماعية أو في المدرسة أو في الجامعة، الزول يعني اسمه ده يستاهل كده ويحلل اسمه ده يعني ما يطور نفسه يجمع مرة واحد ولا يكسر الحاجز ده كيف ويكسر الرغبات دي كيف عشان يطور نفسه أكثر. أنا تكلمت عن موضوع الظروف، قلت إنه الظروف يعني أحيانا بعض الناس الظروف الخارجية عندها سيئة فهي بتعمل ثورة عشان تغير الظروف الخارجية، لكن ما بتتغير ليه؟ لأنه هو بيكون محتفظ بمسببات الظروف الخارجية دي وبينعيشها جواه. أنت عشان تغير ظروفك الخارجية لازم تغير جواك، جواك ده بتغير، ما عايز فلوس، ما عايز إمكانيات، ما عايز وضع، ما عايز أي شيء، انت ونفسك بتقدر تغير افكارك، بتغير معتقداتك، بتغير طموحك، بتغير اشياء كثيرة انك عشان توصل تغير لظروفك. اي ظرف ممكن تغير، اي وضع ممكن انت تغيره وتوصل للوضع الافضل اللي انت عايزه. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر جزيلا دكتور وداعة، ودي اخواننا السلسلة، دي الحلقة الاولى من سلسلة بتاعت محاضرات هيقدمها ان شاء الله في الموضوع ده يعني. فبكره ان شاء الله زي الوقت ده برضه الناس تكون موجوده هنا. هسه حاليا نكتفي بالقدر ده في المحاضره الاولى، وهيبدا البرنامج بتاعنا الثاني اللي هو نادي مخاطبه اللغه الانجليزيه. شكرا جزيلا لكم.